قال موسى لربه: يا ربي، خلقت آدم بيديك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وأدخلته الجنة وصفت عليه، فكيف استطاع أن يؤدي شكر هذه النعم كلها؟ فقال له الله: يا موسى، يكفي من آدم أنه قال الحمد لله رب العالمين. قال موسى: يا ربي، إذا قال العبد يا ربي وهو راكع ماذا تقول له؟ قال: أقول له لبيك يا عبد. قال: فإذا قالها وهو ساجد؟ قال: أقول لبيك يا عبد. قال موسى: فإذا قالها وهو عاق؟ قال: أقول له لبيك لبيك لبيك. إن الله تعالى يقول لموسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو يتلقى التوراة، قال موسى لربه: يا ربي، إني أرى مكتوبا في التوراة أن هناك أمة تأتي إذا استقرت اللقمة في بطونهم غفرت لهم لأنهم يبدأون الطعام باسم الله ويختمونه بالحمد لله. اللهم اجعلهم أمتي يا ربي. قال الله لموسى: يا موسى، إنهم أمة محمد. قال موسى: يا ربي، إني أرى مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل سيئة فلم يفعلها وتركها من خشية الله كتبتها له حسنة، اجعلهم أمتي يا ربي. قال له الله: يا موسى، إنهم أمة محمد. قال موسى: يا رب، أرى مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل حسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، فإذا فعلها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف، اجعلهم أمتي يا رب. فقال له الله: يا موسى، إنهم أمة محمد. فقال موسى: يا ربي، اجعلني من أمة محمد.